وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعه قال فبايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا. ثم ذكر الحديث قال أبو أمامة فأسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة لم يسمعها إلا من كان دانيا منه. قال فسألت أصحابي فقالوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعنا على أن لا نسأل الناس شيئا. قال أبو أمامة فكان أولئك القوم إذا كان أحدهم على راحلته فسقط صوته من على راحلته لم يأمر صاحبه أن يناوله إياه بل نزل من على راحلته وتناولها إياه بنفسه. وكان عمر بن عبد العزيز لا يأمر أحدا شيئا حتى مناولة الماء وإنما يأخذه بنفسه ويقول لا نسأل الناس شيئا. فالمقصود أن الذي يعنى أن لا يسأل المرء الناس شيئا مطلقا. وأما الشكوى بأن يذكر المرء ما نزل به من أمر أو ما يخافه فلا شك أن هذا ليس كالسؤال بل هو أخف منه، وإنما فيه طلب رأي وطلب سماع وليس فيه طلب لسؤال، وإنما يراد به الرأي فحسب. لأن كثيرا من الناس يستصعب أمورا سهلة فإذا تكلم بها وجدها أمرا سهلا، وخاصة إن كان لرجل يحبه يتوجع لكلامه أو يرشده لرأي سديد. فلذلك الفرق بين الشكوى والسؤال مختلف، وبذلك يزال الإشكال والله أعلم.